هكذا تزيل رائحة القدمين. تعد رائحة القدمين الكريهة من المشاكل الشائعة بشكل كبير بين الأشخاص، والناتجة بسبب العرق الزائد الذي يسبب نمو البكتيريا المسببة لرائحة القدمين نتيجة مجموعة من العوامل مثل ارتداء الجوارب البلاستيكية أو إهمالها وعدم تنظيفها جيدا، أو ارتداء الأحذية لفترات زمنية طويلة بدون تهويتها. وهذا ما يسبب للمصابين الانزعاج والإحراج، لذا سنقدم في موضوعنا هذا طرق إزالة رائحة القدمين. ما هي طرق إزالة رائحة القدمين؟ أولاً الشب. للشب مجموعة من الخصائص القابضة والمطهرة تمنع نمو البكتيريا الضارة المسببة لرائحة القدمين، ولذلك نخلط مقدار ملعقتين صغيرتين من مطحون الشب في كوب من الماء الفاتر، ونغسل القدمين بهذا المحلول، ونترك القدمين رطبتين به لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم نجففها وننثر عليها القليل من مطحون الشب. الطريقة الثانية هي زيت اللافندر. يتميز زيت اللافندر برائحته التي تساعد على القضاء على البكتيريا الضارة، بالإضافة إلى قدرته على مقاومة الفطريات كونه يحتوي على مواد مضادة لها. لذلك نمزج بضع قطرات من زيت اللافندر في الماء الفاتر وننقع القدمين فيه لمدة 20 دقيقة، ونكرر ذلك مرتين يوميا للحصول على أفضل النتائج. الطريقة الثالثة هي الشاي الأسود. يتميز الشاي الأسود باحتوائه على حمض التانيك الذي يقتل البكتيريا المسببة لرائحة القدم، كما يساهم في إغلاق مسام القدمين وبالتالي تقليل كمية التعرق المغذية لهذه البكتيريا. لذلك نغلي ظرفين من الشاي الأسود في مقدار 3 أكواب من الماء الساخن، وبعد ذلك نسكب المغلى في 4 لترات من الماء، ثم ننقع القدمين في الماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. الطريقة الأخرى هي الملح. يقلل الملح رائحة القدم كونه يحارب العدوى البكتيرية، بالإضافة إلى أنه مهدئ جيد للقدمين. لذلك نخلط مقدار ملعقتين كبيرتين من الملح في 4 لترات من الماء الفاتر، وننقع القدمين في المحلول لمدة لا تقل عن 10 دقائق قبل النوم، لإعطائها فرصة أن تتنفس دون ارتداء الجوارب أو الأحذية. الحل الآخر هو صودا الخبز. تعادل صودا الخبز الحموضة في الجسم، وبالتالي تقلل العرق وتمنع البكتيريا الضارة من النمو. لذلك نذيب مقدار ملعقة كبيرة من صودا الخبز في كل لتر من الماء، وننقع القدمين في المحلول لمدة لا تقل عن ربع ساعة يوميا في المساء، بالإضافة إلى إمكانية نثر الصودا في الأحذية والجوارب قبل ارتدائها. خل التفاح. نخلط نصف كوب من الخل في 6 أكواب من الماء الساخن، وننقع القدمين في المحلول لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم نغسل القدمين جيدا بالماء والصابون للتخلص من رائحة الخل.